بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. ماطر نص حصان طبعا هذا جديد بالباكيت، تشوفونه انباع ورجع ثاني يوم محروق. شلون نعرفه محروق؟ هسه نعطيك كهرباء. اول شيء شوف السيل اسمالته يكون توهجه كل ضعيف، نعطيك كهرباء. لاحظ اسمع الصوت، هذا معناته محروق. بعد ما فتحناه وفحصنا المكثف مالته 12، المكثف 12 معناته هذا الماطور المفروض يكون ملفه كبير، راح نفتحه ونشوفه وياكم. طبعا اثار الحرق مبينه، لاحظ الخيوط متقطعه، ايش قد قويه هذه الخيوط، لاحظها متقطعه من هالمكان، يعني صاير الحرق بهالمكان. فهذا راح نحميه بالنار، لان تعرفون هذا مغلق مغلق، نحميه بالنار ونفتحه ونلفه. هاي الطريقه طبعا شعله مال الفريمز، حاول توجهها بس للاسفل حتى لا يتخرب شكل الماطور. انا مسويها هالشكل بصونده وقنينه غاز، نحميه تقريبا دقيقتين. نحس بحمى وصل الى حماوه، نجي ندق على خشبه، حاضرين هاي الخشبه حتى لا تتاذى الاشياء، لان هاي الحافه اللي فوق لازم ما تتاذى. هذا الماطور لاحظوا طلعناه، اللشه بقت نظيفه، حاولنا بس من جوا نحرقها، طلع هذا الماطور. الضرب كان منها يبقى على خيوط النية متقطعه. طبعا مكثف 12 كلش هواي عليه، ماكو داعي مكثف 12، 10 كلش كافي. هذا الاوفرلود ماله ما فاد الاوفرلود، لانه هو احترق بعد. راح نقصه طبعا بعد العواز الشمايعه. فايش نسوي؟ راح نقصه بالكوسره ونلف، نعيد اللف مالته. القطر مالته 4.7، الطول 6 سنتيم، العدد طلع 66، نفس ما مطابق بالاصلي. صراحه مجاريه ضيقه ما يتحمل كونديسر 12 هيك، راح نلفه 70 على 70 قد 27، وعلى 140 قد 29، والكونديسر نسويها 10. مجاريه طبعا كلش ضيقه، معاناه. والسيم ماله لازم معداده تضبطها، سقيناها 70، احنا زيدنا على لف الشركه، وراح نقلل المكثف ماله. لاحظ شلون يعني شويه في صعوبه، يعني العوازل لازم واحد يضبطها، لان هذا راح يدخل بالنار، فاي خطا عندك بعد صعبه يطلع لك. الاستياتر راح يكون السين جديد جوا داخله، هذا يترتب. اول شيء تفتح واحده، كهرباء ضعيفه طبعا، هذا الصوت حتى يروح للسياره من ما بيصير.